السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش يمكن لكم تحتفظوا بمع طيشة، كيف انا كندير ملي كتكون موجودة في السوق. رمضان ان شاء الله قريب، وبلا رمضان ممكن تحتفظوا بها في الكونجيلاتور ولا حتى في القراعي. انا غندير لهم ديال الكونجيلاتور. ما طيشة هذه انا غسلتها بالخل بهذه الطريقة، هذه غسلتها بزاف الخل وخليتها واحد ربع ساعة ولا 10 دقائق، كيغسل منها الميكروب وغسل منها داكشي اللي فيها والتراب، وكنغسلوها. وانا راه درت مع طيشة كانت عندي كثيرة، وتنحافظوا بها في الكونجيلاتور، الحريره، لي صوص، كل شيء ملي كتكون رخيصه موجوده في السوق. ان شاء الله هادي غنديرها على جنب وغادي نوريكم. انا راني صاوبت هاد المعطيشه اللي صاوبت هي هادي، تنديروا لها بهذه الطريقه هكا، تنحقدوا لها الزريعه، تنديروها هنا. شوف كيف تنديروا الزريعه بهذه الطريقه، تنحقدوا الزريعه كلها. وممكن تخليوها، انا قلت نحقد لها الزريعه خير ونديرها هكا، ونديرها ما ندير لها ما لا والو، ونديرها تسلق. وملي طيب واحد 20 دقيقة ولا ربع ساعة تلقاها طابت، على حساب كتكون تطبخ ملي طيب مزيان. غنديروها على جنب وغادي نطحنوها بهذا ان شاء الله. راني وجدتها، هادي عندي هنا طايبة، نطحنها بهذه الطريقة. عندنا هذا الباتور، نديرو لها هكا، راهي تسلقت هادي وخليتها بردت، وانا غنطحنها. راه تقريبا حيت منها الزريعة، بقى فيها شوية، فيها الزريعة بزاف هاد المعطيشة هادي، حيت رقيقة، ونطحنوها بهذه الطريقة. هاد الزريعه هادي اللي كنحيدو من الاحسن، نقيت فيها الزريعه بزاف، نديرو لها هكا بهاد الطريقه هادي، نديرو لها هكايا غير يهبط الماء ديالها، كتبقى لنا غير الماء لتحت. شوف اللي كيبغي اللي ما يبغيش، انا درت هاد العمليه هادي، ما نعرفش علاش درتها. تنديرو بهاد الطريقه هادي، شوفوا راه تيهقد لينا الماء هذا بوحدو، تيبقى بوحدو. ممكن نزيدوه هنا، ممكن كيما بغينا، بغينا نلوحوه. هاد المطيشه فيها الماء بزاف، سبحان الله، مولف هاد الماء كاع ما كيكون كثير هكا. ما علينا، هاد الماء بغيت تزيدوه هنا زيدوه، هاد المعطيشة بغيت تزيدوه زيدوه، ما بغيتوش صافي ما تزيدوش. انا غنديرو على جنب وغنوريكم هادي كيفاش غنصفيوها. فاش الصفاية عندي ما لقيتش الصفاية اللي دايرة، بقيت غير هادي. شوفوا كي تجي، غادي نوريكم التصفية ديال هاد المعطيشة كي دايرة. شوفوا راه تجي خاطرة وزوينة، راه ما درناش فيها الماء، غير الماء ديالها تنصفيو. ما عنديش الصفاية اللي غير هادي اللي لقيتها، هادا تصفي ليا مزيان. شوفوا كيفاش صفات لينا المعطيشة، شوفوا الزريعه اللي كاينه هنا، شوفوا سبحان الله الزريعه ودوك الجليدات وداك الشيء. شوف بلا ما تعذبوا ما والو، كلشي بقى هنا. دوك الزريعات اللي كنخليها، دوك الجليدات حنا نوريو لكم بالمغطى كي دايره. شوفوا كيفاش تجي، راه تجي زوينه. الصفايه عندي ما لقيتش الصفايه اللي ما يدقوز حتى حاجه، لقيت هذا شويه بحال الا خلى شويه الزريعه شويه، ماشي بزاف. شوفوا تجي خاطره وزوينه. تنعمروا الكيسان هكا اللي عندو البلاصه في الكونجيلاتير، تيعمر الكيسان بهذه الطريقه. ومره يجبد كاس، مره يجبد جوج، ممكن ديروا الزليف، ممكن ديروا الميكات، ديروا الحاجه اللي كتبغيو اللي تساعدكم. ممكن ديروا في بواطه وتعمروها بالميكات، على حساب. انا غنديروا في الكيسان، الا بغيت مثلا غير لي بات، ولا كنجبد كاس او جوج، ولا على حساب بغيتو الحريره. غندير ان شاء الله ميكات كبار، وهانتوما معانا.